كل ويكون مثي وذاك يا دي سوالين لو انا جي زول فلون مرح فيسون على الزلط المغربية في سناث مرح فيسون غار ثذويلت اول انت للي ثذويلتي ونس مودون ثي للي ايوا كنت في كمثيك ثي وين وان ايوا كنت وصلم صوت نون على وكذو تزايري عندما الا نا ثذويلتي دي تشجمع انت ثي ثي نيال الزايري سللي اكني فغاتي ديني دي ثويلتاكي ما كنيش قارن اول ذا ول نون تيكتي تيكتي نون اكني ثوم ثانومي زويل تاجي انت ويد اول افير في توقث الهضرة كاز غوسان غوسان اجي سورتو الساقين فغاد نهضر غف يعني غف تمور الجزائر اكشور فيني يعني يا لا جزائري عندما الا دونك نفغا يعني هاد المود يونس تقسي اكني ولا اشوي طارونا كاز غوسانكي زيد دونيت مره بعد اين دي ظران زيت مور فرنسا يعني من ولا الخساره دي ظران نعلي دي كا دي ظران كاز زيت مور فرنسا واذا غن من ولا ذا سي جيهان سي جيهان تمنات بواد دان تمور الجزائر في مولايز دي زين ام مالي اكني ولا يعني ارفراف مازال يقدش 17 زيت مور ثني من سلاد عني تصف حيثاقي لحقا ثلاثة الموثار وفيغال لزوطاج إقوقع نتقيون إكسوات نتقيون أن لوتال ذي الجهة انتمورث أن مالي وفيغال ذي غان ثي مورا كويدي زين امتمورث أن تونس ولا القساني عدان سعداء ثي لوفا يعني قريح نولا ذنساث امتقا ذي داعش ثمورث أن الزيار ذي لعوة مغارد فير وذا غان ذي ثمورث لاليبي ولا يعني ما كنيش قارن ثي مستجور مازال تنفوفوذ اكا ذي الجهاني دونك مارث مقلض اين كيدي زين اثمورث ان الجزائر استقصي دي عدين غير ومذان الجزائرين غير وجدود الجزائري اسكو يعني ثمورث الجزائر سعى اين قلقان سوا ذلامان نغ ذين يعني نكو تسرثيث وكنت قدشن أتحارفن غف ثمورث أن الجزائر نا أتحارفن غف وجدود الجزائري دونك أذواقي ذا استقصاد يعدين تجور تقول لا إزائريا مارث مقرضاك أين يطرون كا ذي الوقتاقي ذي ثمورا مدن مراغ عندن ولا يعني الوحشاقي نورفراف مازال يقدش سواطاس دونك مازال يغفلان يجي تيديرن وذا غن اكنين ولا غادي تولين اقعدان نهضر دا تصغف يعني صحا ونغلف انت مورث ان الجزائر دونك اطاس قمذان اكستقسايين غف لي حالينس اندان ولا يعني 19 بوكاديك قد شنا كادي سرثيث نا وذاك ما ميك خضاني سرثيث سوجدن يعني جمعان داكا نا دوكلند اي وكن اظل فن اذمنا لن اقد وسلوين تيكدو ذا وكن اسمودن يعني الاخبارات غف لحالة انت مورث الجزائر خطر نسني شوكتن بليك اسلوين تيكدو ذا يزريارا انديث لا اثمورث الجزائر دونك ذي ثويل تاقي يعني وقي ذا استقسي اسكو ثمورث الجزائر سواء اما سي الجهة انت سرثيث نا ذلامان اسكو سعى اين قلاقن بشكل اتقافن ما يلكرام تلوفتي ديارزان غر ثمورث الجزائر أنا راح أنك ما سيت ذويل بوساجي سوسي والأمن زو أكني ثورم ثانومي ذويل تاجي أنت مودو يعني ثغونيت إيه لزيري وكنا دي مود صوتي نص أنا راح أنك ما سي ثذويل سوسي واللي مثنا مس داود سيل زير داود دازول فلك لا سمعيني شكرا لك المهزين مرحبا بك يا الأخ داود لا سمعيني Je salue tous nos amis téléspectateurs et intervenants sur le Maghrebia. A tek saha, marhaba bik tani. Merci de me donner l'occasion d'intervenir sur un sujet aussi précieux, aussi important. C'est vrai que nous sommes l'Algérie d'un grand pays, nous avons 6000 km de frontières terrestres, nous avons 1400 km après révision des frontières maritimes. Donc autour de nous, il y a un cercle de feu. Et donc ce n'est pas une armée de 200 000 hommes ou quelque chose comme ça qui pourrait protéger hermétiquement nos frontières. Or en ce moment, l'Algérie traverse une série de crises, une multicrise, dont la crise de sécurité. Et normalement, dans des cas pareils, il devrait y avoir l'union sacrée de tous les Algériens, le peuple, l'opposition et l'État, autour de la sécurité des Algériens. Or, ce n'est pas le cas, nous sommes en train de nous entremêler face à un environnement qui est extrêmement hostile, et notamment à la lumière de ce qui vient de se passer dans les quartiers européens. Or, dans ce pays européen particulièrement, avec lequel nous avons
les meilleurs rapports économiques. La France est notre premier partenaire économique au niveau mondial, avec 10 milliards de dollars par an. Nous avons 5 millions d'Algériens ou d'origine algérienne. Donc, nous avons des possibilités d'investissement avec eux. Il y a de l'autre côté la Tunisie qui est en guerre contre le terrorisme. Il y a la Libye qui n'y a plus d'État. Il n'y a plus, mais pas d'État. Même plus à l'est encore, l'Égypte est en guerre civile. Au sud, le Mali dans lequel la France est impliquée, et nous avons laissé passer aussi des avions, ce qui a permis de bombarder le complexe de Tigre Tourine. Donc il y a des réelles conséquences, il y a des risques pour que nous subissions un petit peu la même chose. Et il y a quelques jours de cela, un chef terroriste malien a menacé tous les pays qui ont signé le traité d'Algérie concernant l'accord de paix au Mali. Donc l'Algérie est dedans. Et comme on dit avant, on dit quand la France éternue, quand la France est enrhumée, c'est l'Algérie qui éternue, c'est l'Afrique du Nord qui éternue, parce que c'est l'Algérie qui est une chasse gardée au plan économique de la France. Et donc il y aura certainement des conséquences à partir de la nouvelle politique française sur le devenir de l'Algérie. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire comme introduction. Alors, on s'est fait que l'art d'Aoud. Donc, c'est une introduction. Donc, je pense que nous devons, avec la crise que nous traversons, avec la dévaluation du dinar, avec les Français vont investir un peu plus dans le matériel de guerre, etc., parce que la sécurité, ça va coûter cher. Donc, l'année 2016 va être difficile pour les Français. Elle va être difficile sur le plan financier, parce qu'ils vont mettre plus de soldats, plus de militaires, etc. Et les marchés financiers vont se... Nous irons en 2016, nous irons à l'endettement, et à l'endettement, on va nous appliquer le risque numéro 1, parce que l'Algérie, en plus des préjugés qu'on a, on est considéré comme plutôt dans le pays dangereux, donc on aura payé des taux d'intérêt élevés, on sera surendetté, donc nos problèmes ne font que commencer. Donc, pour répondre à votre question, il y aura des conséquences négatives sur l'Algérie. Et le seul moyen de subjuguer ces conséquences, c'est qu'il y ait une union sacrée, c'est que le pouvoir ouvre les yeux, se rapproche de l'opposition, rappelle le peuple, parce que le peuple a toujours été marginalisé, il a été traité moins que rien. Et donc, que l'on décide ensemble, au moment où la France réunit son Sénat, son Congrès, révise sa son Assemblée nationale et revoit même sa politique. Nous devons faire la même chose pour éviter à notre pays une grave crise et carrément disparaître de la carte géographique. Parce que pays, donc, si on parle de sécurité, parce que même la sécurité alimentaire chez nous n'est pas assurée. Si vous entrez une ville comme Alger n'a pas plus d'une semaine d'alimentation, de produits alimentaires. Dernièrement, au mois de janvier, quand on a eu la crise de l'essence à Alger, le stock d'essence de la d'Alger de 3 jours. Alors que les grandes capitales ou les grandes villes en Europe, le stock c'est un mois et demi. Nous avons 3 jours d'essence pour un producteur d'essence. Donc nous avons le danger pour nous, mais nous avons les clés de la solution si on voulait le résoudre, si on voulait saisir cette énième occasion qui nous est offerte. يعطيك صحة شيخ داود ثان ميرتين كاتاس ولا كتشيني عفو سقال شي تخمط ثان ميرت غاف تيك تي وين يتفكر لك كتش انو حمودة صواضي مثنا حمزة سي الجيان وقفو حمزة زول فلاك مرح بايس صح معلوش ايك مثنا حمزة بلكن كنت نطول غرناطا لا وزاد بلوك مولو غرناطا وزاد وشي مرسي Marseille appartient à l'Algérie. Donc ils ont oublié ça. Ça, écoutez, on rentre dans un nouvel. Vous laissez la politique ou ça. Une politique véridiquement, vous lâche. Le cas de l'Ukraine, une vraie politique, avec une démocratie, avec la liberté d'expression, avec. C'est pas, il y a beaucoup de choses. Mais. Ceux-là nous rendent malades. Je vous assure, ils nous rendent malades. Ils sont en train de gagner du temps. Voilà. C'est ce que je vous dis. Ils sont en train de gagner du temps. Voilà. On n'a pas eu d'indépendance.
en ariant tenu et que ce soit bichab et du bon ouart bichab qu'on le chéradi avec ce système et à quoi foutre le camp, on en a marre de vous entendre, ça suffit, voilà. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطيك صحيح مثنا حمزة نحد نتفس أسيوني مثنا يذير سيف جايث يذير أزول فلاك مساء الخير. مساء الخير عليك مثنا مع حفيسي ما يدينا كان يضحك أنا فرنسا ديك اسمك شمار لا زير أها أخي ما رضح ساكرة زير ساكرة ما حنيك وإنك شفيت وإني سعني شفيت يورو مغاري قرموني تعالى الوادي جدم يورو تعالى أي زمة جدم أنا عم إيه سارة ويجي سارة ما تدو كان بغى الشعب الجيرة تكون تمر أنا عم سنة تاكرة تشكرا وات لقدر انت لكي بتاع مارد خير أنا عم أنا سنة تشكرا وات لقدر انت لكي بتاع مارد خير لا ايه انا برمير انا طاكس نترسر نزيد لك سمت نعم وي هاي بسال نعم عطيك صحيح مثنا ايدي ثان مرث غفوسي ولينيك ثان مرث ولك شنيع فيكتي اتفكيد دونك واجي تجو هذا سقسين تذويل عفين يعني انت مورث الجزائر اكادي اللي حالا عند يعني اثلا ذا شوز دي زين في مولاز دي زين نا يغفلان اي دي زين كيف مورث ان الجزائر كادي الوقت ثاقي ما كنيد النادي تزوالا عيني قدران كادي مورث ان فرنسا يعني ذا الحاجة ديون سي لي زيكزامبل بيان سور كفايال وكذا الجزائريه ديرون دي مورث ان الجزائر خاطر يسعدد اين كثار بين قلاقن يعني ثالو في سيدي ايدي عاش وكذو ذات زايري ذي الوقت التسعينات نزمادنيني يعني ماشي ولاش طاسنت مورا دي عاش نكا اوفلني قبل ما تكمل عطيك تينو اضرو حد تفاسيوني مثنا محمد سي الزيار محمد زول فلاك مرحبا يسيك السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك يا محمد الله يبارك فيك يا اخويا على كل حال يعني وين الدور كيما القنوات أنا. أي المغربية يعني أي قناة يعني عموم غير على فرنسا هذه ما تلهم يعني 40 واحد ولا 50 ولا يعني العالم كامل قام بإثره وحاليا فرنسا يتقصف في سوريا في فلسطين هم يموتوا في العراق يعني في اليمن يعني ما كان حتى حيص على خوتنا هذوما والو يعني غير على الكوار برك يعني درنا الى تبعت المغاربيه إيه. درنا بزاف حصص على إيه. على فلسطين على سوريا على درنا بزاف أخ محمد انت باش يعني هذه يعني تفيد يعني هم هاد الحكام الغرب فهمت هم لاسباب المشاكل تاع البلدان العربيه والاسلاميه الو انا قلت لك يعني هاد الانظمه هاد الانظمه تاع الغرب هادوما انا ما يحبوش يعني الديمقراطيه تصرف البلدان العربيه والاسلاميه ما تخرجش عليهم هما يرعاو المصالح نتاعهم انا وهما قادرين يديروا اي شيء في بلدانهم حتى ولو حتى يقتلوا شعبهم باش يوسعوا الراي العام على الاسلام هذايا ردوا الاسلام هذا وحش هذا هو وحنايا راك تشوف يعني العلماء والدعاة ساكتين يعني ساكتين يعني ما وثاني كان يعني هنا في الجزائر اليوم يروحوا احزاب يعني الاحزاب يروحوا لومباساد دو فرانس يروحوا يعزيوهم فهمت هل هما عزونا في التسعينات الى يومنا هذا فرنسا لا تعترف يعطيك صحيح مثلا محمد اخ سمح الله لاني سوالني لقاس المود ثاغوني ويا ضي وكنا تفكن تيكتي وينسن واحد نتفاسي ابن مثلا ابراهيم سيتي زي وزو ابراهيم ازول فلاك ازول فلاك مثلا ياسين لا سامعك ابراهيم فهمنا فيك دونك زولا هفين سبليز تزرعتنا تزرعت المغاربية في سنة الهرب نطايفين فرح مريحني ما سبليت صوتيك أعطيك صحيح كيف الكربي إبراهيم ثاني فوالا
Concernant votre sujet, la sécurité, c'est très, très important. La sécurité, c'est ce qui est le plus important. Et parmi ces pays, bien sûr, l'Algérie, qui a vécu des périodes difficiles, des périodes sécuritaires, que ce soit la piscine noire, que ce soit le tremblement en 2001. La sécurité est très, très importante. Et maintenant, essayer de soigner les problèmes, les frontières avec la Libye, le terrorisme, peut-être des chemins, le problème dans les Souriens, et ce gigantesque groupe qui s'appelle Daesh, les attaques contre Paris. Donc, je pense que la communauté internationale, il y a des solutions ensemble. Et parmi ces solutions aussi, le régime syrien qui est en train de tuer, qui est en train d'assassiner son peuple, il y a la chute du régime syrien qui manquera la stabilité parce que. Aujourd'hui, le gouvernement syrien qui finance ces groupes, bien sûr, c'est sûr, parce que ça, il est en train de faire des massacres à Guinée. Concernant donc les attaques à Guinée, pareil, à Kshishigan, ou à Bissaoune, toujours, il y a deux rapports dans la vie. Il y a le plus fort, le plus faible. Nous sommes les plus faibles. Alors, assumons-nous. Le passé, la France, la guerre du crime, etc. Mais assumons-nous. France a fait une belle parce que tout simplement, nous sommes faibles. France est la plus forte. Moi, je pense que c'est pas uniquement moi, citoyen, des nains, attends, vous boycottez la France, etc. Nous arrivons avec les soupçons. Notre gouvernement, il travaille avec la France. Le Salon international du livre. La France, comme on dit, il y a une relation. Nous arrivons avec un monsieur, deux ministres, voilà, on est le ministre. Il joue des biens en France. يعطيك الصحة ابراهيم تنمير تتصلك شيني غفوس قال شي تخمد تنمير تغف ثغري ايديالوت نتفاسيوني مثلا سعيد سي درا الميزان سعيد زلفلك السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك يا سعيد صحيتكم يعطيك الصحة تنمير ثينيك يعطيك الصحة وكيف يظهرني كيف يبارك يا ربي ادينا كذا في قلب كاين انا 76 ربنا كنت وضعها مازال وعاد الأولي مير 76 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77
الجماعه تاع الدوله الاسلاميه هذه بيسك راهم يقولوا بلي لي زاميريكان وكلك بي امريكان هما اللي داروا هذه داعش ونعرفوا بلي لا بوليتيك مبنيه على لي زانتيري يعني انا كي انا نظن بلي الجزائر عندها يد في هاد المشكله تاع هاد الدوله انا ماذا بيا هاد الدوله تزيد تبعد يا خويا انا ما نبغيش نبقى بصح نحب الدول هادو المتسلطه ما عطاتش الحق لولادها دونك انا ماذا بيا باش يعني تزيد هاد الدوله يعني تختار في كل يعني في كل العالم اسمح لي يا اخي ياسين نقطه اخيره انا ما قلت لك الجزائرية عندها تجربة من فضلك ما تطولش يا بن عبد الله التيموريزم فوالا غادي كي تكبرها تولي للشعب تاعها هي حاقرة الشعب تاعها ولكن كي تكبرها غادي تولي للشعب تخدم به وديجا السلاح نعم السلاح اللي عطاها لهم في ليزاني 90 مازال عندهم يا اخي ولارني اخ بن عبد الله يعني اسمحنا بن عبد الله يدينا ثانمرث انخاف وسيولينيك لان سوالني لقسمو تاغونيت سانو حد نتفاصيل مثلا كمال سيدي عايش كمال ازول فلاك مرحبا يا سي ازول فلاك يا سيدي لا سامعك يا كمال اسالك انا الحمد لله اسول فلاك الحمد لله والله راك تحب تصبر يا اخي بارك الله دي محمد كل سعاد ولا كل تحب مليح اعطيك صحك من هنا كمال ثاني مره تصل لك صح تاع سينما في لون دينا المغرب ديال مره يجي في صح مزام قران اخي فالك ربي صحتك ما ياسين زيد ما ياسين انا نعمك الخير زيد سمعت عقل فضل مركزيس مرنا 23 اسمعت عقل فضل مركزيس اسمي ومن بعد نسوا لا سيكيريتي تموتنا اريش ديفوندي في الشابيس اريش ديفوندي في الحرمة تموت وما سورا عقلغوا لنا قدرات والله من يعقل باسكو شغل اللي راسك الزير كل ما مشيك شبل كل ما مشيك شكري ومن بعد تموت ماشي زي روسي تحتمل في مالوريزمون لو بوفوار اساسا لو بوفوار كريمينال لو بوفوار كورومبي دولة وكان ريزوران يخلي تحتمن يرقد النادي يجي وين تحتمن نروح عند تحتمن اما مبوزي الله يرحمه الله يرحمه ربي يا ربي الجنيف الرحمه ما دوين يا لا سيكيريتي تموتنا اسمرا لا سيري اسقل اسعو نشوى مزيغ سميت نفس مزيغ سمسلم مزيغ اسمي لا جيري اسعو اتشعر مثل الشمورة بشمورة مال الجنس اتشعر القدر اتشعر القيمة جايش لهنا قبل ما يسير اوي ثاي ضيخي فالك اربيه مثنا كامل لا تكسر لك تشيني اف اسقال الشي تخمض انا واحد نتفصي مثنا حميد سيتي زوزو حميد زول فلاك مرحبا يا سيا حميد زول فلاك يا جماعة يا سينا كازر السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة يا سينا سلام عينيك أزول في اللون الكل الذي نام المغاربية أزول في جنر الزيري سوما صحنا صحنا تمور ثم ظلان تمور أزول في يرقزنا العالي بدي سولنا الذي نام وذي سمحتي سمكم مرة أعطيك ساعه يعني راك ما غايسين تمرك اني غو لو برومي دونجي لو برومي دونجي مناصون لا سيكوريتي دو بوبل الجيريان et véritablement ce pouvoir mafieux qui a compromis notre devenir et a ruiné notre pays en dilapidant ses ressources. Ce régime qui nous refuse un état de droit, qui nous refuse des institutions fortes et qui nous refuse un président sur ses pieds ayant toute sa tête et un président en communion avec son peuple. Oui. C'est vraiment dommage, Gmara Yassine. Le deuxième danger, c'est notre désunion, notre passivité générale, notre silence complice quand notre pays est une proie, affaibli pour des ennemis aussi nombreux à nos frontières.
Mon ennemi, c'est la République française de François Hollande, qui hier était celle de Mitterrand, plus loin encore était celle de De Gaulle. Nos ennemis, ce sont ceux qui tuent le peuple algérien. Ils tuent le peuple algérien en silence, sans témoin. Ce sont ceux-là, c'est les vrais ennemis. Quant au terrorisme, nous avons l'expérience, assez d'expérience pour savoir que Daesh est une bête immonde. Elle doit être combattue sans relâche, à tous les niveaux, à toutes les frontières, à tout horizon de ce monde vivant, s'il en reste encore des vivants. Parce que Daesh, derrière Daesh, il y a tout un arsenal. L'Arabie Saoudite, les Émirats du Qatar, tous les pays qui étaient à la solde de puissance et qui servent cette puissance par n'importe quel moyen. السلام عليكم ورحمه الله اعطيك صحه حميد تنمر تتصل لك شنو غف تيري تخمض تنمر غف تكتيت في كذا الشيء كان واحد متفصيل وني مثلا اليسي تيار التادلي ازول فلاك مرحبا يا سي يا شنو خويا لا سمعي شادي وفيك بارك انا فلونا تصات اصحاب المغرب ديالو وكان يكون دي سمعاش على المستوى الوطن تنمر تنك يعطيك صحه لي دي نحضر عينا على كل حدا في البلاد ديما التيرورزم ديما يا شينا خويا انا بلي بوفوا راه كي تيجي تكريين فما شخدم انت ما عرفتش لا تو فما ما خدمتش لا تو راه كاين فرا سي تادي مي كو هذا لا مافيا ديما الانظمة دي كلي على المستوى العالم كامل مي ولا بلا اول حنا نخش شويه من بعد بتشي لا ندير التيرورزم فما ما خدمتش انا عمي. ومن بعد ملي كتشي لونسينا شتاقين على كل عام كل اللي يجي راه قدا قدا شي اللي شتي قدا لا كاين لا لا باش لا يضرون فهمون عطيت انا شي 62 كاين شي 62 كاين شتاقين شي لونين سيستم تاريخ يعد نفسه تيز انا نقول لك انا الكريم من غادي رحمه ربي الكريم بالقسم انا نجي نغادر شي 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 ومن بعد ملي شي تاجر زولا ملي ولا بانه شويه غادي يخش شويه الاقتصاد مع الحاجه ولا لا بزاف خاطر شتي ما في راه القرار يكون خاطر عمد القرار تاع الحكومه غادي باش مش الحكومه كون شامي شاع الحكومه انا دو كي 60 باش تجي المافيا خاطر قاعد بقرار رئيس على رئيس وشاع الشرعيه جميع شاع الرئيس بالجزائر انا فهمنا الفوت اللي الجزائر يكون لي جايين في وطن 90 قال واحد 90 فقط يمكن يخدموا لي بيرو فوت ولا غير كيخدموا ديال وقتنا الحزب الواحد اللي فلا عليه ديال بيرو فوت كوم سيكوريتي فهمنا عارف انا ادي شي البريزيدون لا قاسما شي دا ديال 1000 فوت اش يعني هذا لي بونشي فيرب هذا كيف هو جات عام ماشي كاع راه شفتوا واقفيني ونخدم عليك والفرج واقفيني C'est-à-dire les résultats se font à l'avance. C'est-à-dire les résultats se font à l'avance. Le وقلنا لهم الجهاد للجهاد نكونوا في الفقه الاسلامي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول القتال على الغباني والقتال على المعارض والقتال على عقله وكتم دارك شي شرع فما نهار نعم وانت قال وين بومبا وانا لا باش مش وين بومبا تقول انا لازم نسلم نعم جمعتنا عليك وانت قال لي بوفوار خصوصا فرنسا شي كتخدم فيك هذه مالي سيتادير كونجير بزاف على المغرب ما مازال غير منا فوكن اقران شومير مرحبا الصوتين سمح لك انا خويا الموضوع يعطيك الصحه شوف
مشاكل لم بزاف لا هذا يعني من أرى أنا في لي في لي غروند بويسونس مونديال كي اون كريي داعش اي كومبري لي بيي جو مويان اوريون كلك بيي دو اوكسيدون لامريكي تو كورون شوف اسمي ضمن لي امريكان على العراق اسمكني يعرق الجيش العراق ومن بعد يبند لو جينيرال عزت ابراهيم التوري في لو غرون شاف لو غرون باران دو داعش في العراق نغنتي دها الكيما مش عارف بزاف مثل اكزام وسيوني مثنا حسن سي الجزائر ان شاء الله ولا انت في كلت نظن ان شاء الله اسنينا راه يسمح ولا انت اسن متغني في كلت نظن وكن ادي في كتي كتي نسنا وكن ادي كمل اولين نسان واحد نتفسيوني مثنا حسن سي بومرداس حسن ازول فلك لا سمايك ازول فلاون مش الخير فلاون تحب المغرب يا لا سمايك حسن شراش دي سلام بغادي ناكن يوم نتفرو باكا دي تساعد يا وخلاص أنا مرحبا يس يمنى أعطيك صحة إن أخي الزاب تحكم في المغار ثم تشي بيني لا قد لو كان أذكرني مجاهدا فورا غس عودا أمير شعبان رمضان دويض النيض نبي عفو ربي في اللاس يقرد بغير الكريم بالقسم يوني عنافة ويض إلى المانيت خلقنو دايم تقرد تموت غريفة سمي مخورا هاب شعبات كلي خان ميديوض الفوت أسنيه قد أكل كواض نوان مين أربح الفوت أو نفك الخدمة ونارولة في خامل أكون يخذ عربة شعبة مخوز 50 سنة في الكلمة زلت سمنان أي قدران شعب قوان وتنسوا على خير جاو لهنا أوي ثاني إذ كمثنا حسن ثاني مرثة تصافو سفروين كي إدي جمعني يعني لحالة ونغ امزروي انت مورث الجزائر الميتورا ثان ميرتين خيولك تشيني انا واحد نتفاسيو لي مثلا عبد القادر سيف قايث عبد القادر زول فلاك مرحبا يا سي زول يا سينا زول يا نديس لهنا المغرب يا رجال الهالي يعطيك صحة مرحبا يا سي ولاك يوتش وي بارميسيو التيروريزم نعم يا سينا ما لو كان كيدير عيوز الحاجة كان الشناهيني اختراع قال الجي اش كماشي يعني التيروريزم ام مالاد مسكين كسان دي مالاد دي كرونيك احقر بايا سينا المركز نفسك تكير مني ازدتك مكني جراتويت مو احبس ناس تسيع امو تين احبس ناس الدوان ونس قوم الدولار سوبونسيونير دولار يمين مدتك مكان الليزون اللي كسانا كان دي مالاد دي كرونيك مساكي اذا خلاص يمين احقر بينا يزمالي مني مستكي مثنيا أهم ترى الدولة يتحبسيت يبغيها نعلمها ما ينسي طب التيروريزم وين سيطة ديرو يوفينا دواويني ساسي دي التيروريزم بير التيروريزم هاي وزاركة ولا لا أمو تنكس ناس دواني دولة غنسيني شراويني تشتوني من رباتي حاسب نعم أعطيك صحاب للقدر ثانمير ثلاثك شيني غف أسيولينيك ثانمير تغف تكتيد فكيد سورتو في غريد هيرض ان شاء الله يعني هذه الناس للناس ده خطرني مثل مقلض يعني موضينا كيكس عن ويذا كيكس عن دي مالا دي كرونيكا كيكي نا ويذا كيكس عن كالهلا كثاقي يعني اتيليني سن افي دونك ماشي الحاجة يسهلن ما إلا سورتو وخص ناسنا كدوا وينسن بقفلات كمنا ثكتينون وحد نتفسيوني مثنا محمد محمد سي مع أثقاء محمد أزول فلاك السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا يا سي يمثنا. الله يسلمك يا خويا. نعم تفضل يمثنا محمد. نعم. تفضل مرحبا سي كتينك. هاتسلا. نعم. يمثنا محمد ما ولاش وليفات بعد شي طاح في لا تلفزيوني باش كي يعاود الصوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. إجمتنا محمد مولاش وغليف فاد شي طاح في لا تلفزيوني ما ولاش وغليف كمثنا محمد ذي لعني فينك بشاكيا وتصوتك نيوا في الحال إلا قد فاذا الشي تحصيل التلفزيون يعني اتصلت كان سي تليفوني أنا
أيك مثنى محمد واقيلا كي تصدر صوتك نواث الحال أقسم حظ كان يعني الهالو كانت بعض الشتاء في التلفزيون باش كني ثيكل تنظن أديا أكيا وصوتك نواث الحال وممكن يعني أغدي والصح الصوت وقدر في يعني انت فشاك فوا أقد وقدي ديكتمن مي إن شاء الله أديو غال أسيولينيك مرحبا استيكثينيك يال ثيكل ثان ميرث أيك مثنى محمد طونك أكيد ناكي ذي تزوالان أكيا إذن سلاي سورتو وإذا كي كي دي سوالن الزيار سادة أي نقلقن إختار بوي نقلقن دي يعني لدي سنين وار دونك ثدويل تاكي يعني نفغا كان استقصي هذا المود اسكو ثورا تحفظ سي لي زيكسبيرونس قاعدان خاطر ما نسوالي يعني وفلاناكي اي دوار نسواطاس ذي ثمورا دي الزين ما كادني عكاكي ما كادنا نوي ذاك يديك شمن اكا ذي ثدويل تاكي اين دي الزين سجيها سورتو نبودا نتمورث الجزائر ما كاين ولا اين يطارون ذي ثمورث المالي نغ ذي ليبيا نا ذي تونس نار ايني دي ران كاو سنغي دي ثمورث فرنسا دونك الحوايج ادعاش ثمورث الجزائر سواطاس دونك اكاثورا ما مقل داك ايني يتسادا ستادير وكي استقسي اسكو اكاثورا يعني سي الجهه عند ذمسا ناس الجهه نسرثيث ناس الجهه بيان سور اينك اديوين اين الهان ثمورث الجزائر يعني سورتو ازافون ثمورث الجزائر اسكو لو زافو اجلاقا بشكل هذه قاعده تمورث ما الى خرا ايدي ضران اساس كا خاطر كنين توالي اكذوذه جزائريه مكني يزريا راه دنوي اكتفن تمورثي نس دنوي قلان عفقرو انت مورث الجزائر نعذنوي يتحكمن خاطر اكنين ولا اسلوين تكذوذا مساب العزيز بوتفليقه غافن غف اكذوذي نس نزمادني نيد الشهور بدات راه الصوره يعدو سكواس ديفانارا يعني الخبار نس ديفانارا غير وكذوذي نس وديفكيا ولين صغار وكذوذ دونك نشتاقي اي جن استقسيناكي اتعدين يعني ما كني خارن نمبورت كل سيتويان ازمارز دي عديو استقسيناكي اي وكذوذي نس دونك توجور يعني الجزائري سلام لهنا تسلويث ثمورث نس ابري اينك 11 ثمورث الجزائر قبل ما تكمل هذيك تينو نروح تفاسي ولا نجمتنا مخلوف سيتي زي وزوم مخلوف ازول فلاك لا سمايني وقيلا يسم وسي ولا نجمتنا مخلوف ولا انت فيك ان شاء الله هذه يغال يمكن يعني عندي سقرش اول اذن سوج الساقي دونك ما كدني اكاكي ثمورث الجزائر شفان داك وجزائريين دا شو 11 ديال العوام قعدان يعني ذي التسعينات دونك ان شاء الله ماشي ذين اكزمرن ادي وغال غير ثمورث الجزائر معنا مارث مقلض يسالني دي سفان تقول سنقي سورتو فاين يعنان للواد فينانسا لدي تدون تقول ستادير ايوس قوسا دي تدون ماشي ذينك صفراحا يوجدو ذات زيري بعد من ولا سوما البترول اللي دي صوبن سواطاس دونك لي كونسيكونس تنتي عايش وجدو ذات زيري اكا سورتو ذي العوامقي ارا دي تدون العوامقي منزا اندان ولا ديجا الاخبارات ايدي قارن بالليك للواد فينانس ارا دي تدون كسكوسا قادي الحون دونك ذينا يضورن سواطاس ثلمسا نتمورث ان الزيار دونك انا راح نطف السيول نيك مثلا عمار سي جي ان ماث قا عمار ازول فلاك مرحبا يسي ازول فلاك لا سمعك هيك مثلا لا يسمعك اي ما كان فيه كيف عبر مساكين مثلا في العصر بلغة بركن اه نعم ايه هو عبر بربا دي نظم زي ما عندي دي خلق ايه هو شاقل بغرق جد مالي اه نعم وي ماشي فرنسا فرنسا دابا باش بغيتي نروح لبيت خدمه كلاطاك مين ماشي ديال شنو ستادي داشو كيجاني يعني دينيز اول دقيقه مثلا ما ايتو لا ما كيما نقول شنو راه يمكن انا امشي من شنو خدمه اها ايه ايش دابا خصها بيني هذا ماشي اللي فين يخص انا هاتي يجلس عن غد اها انا عمو ايه دوني اسمه اول دلان
عطاكم الصحة. كيف بالك يا ربيك مثلا عمر، ثاني مرة تتصل لك شيني غاف تكتي تفكت، ثاني مرة غاف وسقردش بيان سي كل يوم تكتي نس ذا نشتاق ما تسواخذم تذويل تجمع دوك تكتي وين ان يالي وين يالا تزيري ذا شو اكسوالي دونك ذي ذويل تنجمع انتد يعني ما كني قارن استللي اقلاقا دونك كم لكان والي نو غاف للواد فينانس يتسوجدن يوسكو سارة ديث دون دونك يعني الخفارات من زا اقعنان سورتو لوغمونطاسيون السوما ليسونس ايالين بارابور لعوامك قعدان دونك اطاسي مسنون ادي حذرن غفاياقي اطاسي مسنون ادي وثنان بليك انشتاقي اذي ظور ادايرين سواطاس خطر نيت لي كونسيكونس نغ المضارة ادزي تجور غير وكذوذ نال سامبل سيتوايا دونك اتاس بو ذاكي دينان يعني السوما يجيد سوجدنا كاكي دونك ما إلا ثولي دونك ديريكتومون الامباكت اذي يغال غف اتاس الشغال مي الحاجة ثمن زوث لو ترونسبور اكسخدم وكذو ذات زايري يالاس ما يرزو يعني غير وخدي مينس نا ذان الماذ ما يرزو غال لكولي نس دونك ذوي قاذاقي إذي مذانن إيمنزا إكزمرن أذحسن استيثان عاد حسن سلي كونسيكونس لوغمونطاسيون غين البري دونك مام داني لا الخبار دينان ويداك اكيكاثن غف يعني ويداك اكيقد شنا كاغد بزافو انا لي ديبوتي نورمالمون اكيك تمثيل اكيك ذا جزائري معنا ذنيثني اكزوارن اندا اي بروبوزان يعني لي بري بلوس كو ويداك اي دي بروبوزا او زافو مي قبل ما تكمل في كتينو هاد روحات تفاسيوني كمثنا فاروق سيتي زيوزو كمثنا زول فلاك مرحبا يسك انا راح نتفصي والوايض وقيد جمثنا صوفيان سي الزيار صوفيان نزول فلاك لا سمينك نزول في اللون مرحبا يسك يا جمثنا نزولك سلسلشان مغربية تيش راكم دينا كم دينا عطيكم الصحة يعطيك صح ولك شيء تلدين تلدين دابري دي الغاشيان تلعين تفكنا كي تقام حيشي غارة نسان كل يوم ندي فلاشي تخمين يعطيك صح كان بأذرا في التيروريزمين التيروريزمين إلى قشابة دا مستيون أفونسيون جيف أمريكا أنا. نحن ديكريين. يوشون بشد 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 هؤلاء في مولا وعربون بش بشد كشمان ديكريين ديجار. وده يردين انتلاي فرن كنيا. كريين لا جير لا ليبيا. سو كيس كان سلا كوفرتير د فرنسا. ده يور فرنسا بشد هذا في زاتون تيك ترى فرنسا. أنا. لقد عن من بليك لقد عن من بليك بزاف الحواجة يخدم من دونيا. روحن كشمان روحن ده يوريزون تيرفينيا لا ليبيا. افغانستان بدير باكستان زمديني كبالي وانا هضرت انا بنيني اللي نخدم من العراق بين نخدم من نوزاني بين تخلص من تورا باسكو اشتي لا بوليتيك انسني دي وين اشتي ني دوني دي وين التيروريزم يلعبوا اصلا اصلا نوني ديكري ونولي بالسبات يتسافن كيخضر كي تورا اكي مون بوين دو في كي لي سون سي ديبي دي ترازيام غير مونديال وان كان عندي اندر ستروان على ستروان ترازيام دروما مونديالية ثم تمر وعرب الى كان ساكن بشون باش السلاح باش تخدم و دين صادني لي بور مومون اعطيك صحه مثلا سفيان ثاني مرة تسولك شنو في اوسي ول ثاني مرة في تكتيني كانوا حن مود صواد ايمن شريف سيتي زيوز شريف فازول فلاك مرحبا يسك صحيح سينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتسلم في الله ونفسي من أتسلم في الله كل أحبابي دي سوالة مغربية مرحبا سلام أيها سينا وما عليك كل حد توريزم يتفن كيلو سوات يعني نادى ديوسا توريزم الحاجة يفوح المليح مليح مليح دي شعوبنا يتوريز مورا لكن إذا وين غلب انتو أتريز ما كدينا وما دعطورا ومو مراجي طبعا سين بريود كريتيك دون تو دومان يعني البترول يصبد العباد يدمون دي زوغمطاسيون وسا صار شي دي تيروريزم انه العباد التعليم ما كنا نعرفو ندير ومومو البترول يصبد العباد يدمون دي زوغمطاسيون سالير الوغ كي دير لي ولا مثلا لا ولد مشى يربح 900 من 100000 فرانك الساقي سي صار التيروريزم التيروريزم اللي ما في اسمي لا بحبو حالي نقول الجزائر الغاشي تاكل نسوي ندير من الخارج هذا التيروريزم ادنا دوزا يوم العنصرية سيدي تيروريزم وهذا ادمينستاسيون سيدي تيروريزم ماذا يعني خدمة ياخذ ماينس لكن ادني يعني هذه بعض ربي ثلاثة تمرت ما شاء الله ثلاثة المضرة يقول ان شاء الله هذا يعني كوني اون على اكسبيريونس ولا ترافيرسي كمان سنوات نسد شو زاد تيروريزم يموت الجزائر لا هذه يرحم ربي ولي يموت يعني ربي سيدي خطر الجزائريين
استغفر ربي ان شاء الله ويزمر ما لوين يروح المساكين يعني مدركه كي يعني بدون التشويع هذا يجعل ربي منا الجنه ان شاء الله شاكدي غنمي ياسين هذه اودي بكربي ان شاء الله اللي بعد ربي القوم الظالمين في الاول اكون اجازه ربي يعني هالطلبه يقول يعني ماشي عشر مضاعف كي كان يعني لا المضاعف يعني في مدة الجزائر الفقره كي يعني لا قدر ربي الناس ان شاء الله باسكو اكشنمون كونت اون فوان بيكم لاجيري يسعنا 14 مليون في في الستاتيستيك الى قد النظره في الفقره ان شاء الله قبل هذه تكمل الفقره جزاك الله بخير اخي فارك ربي يعطيك مثنى الشريف ثاني مرة تاس ولا شي غاف وسقرت شي تخمر ثاني مرة في سكتينك اشكرك واذاك يعني دي ساولنس كيميث في ذات ويلت الميتاغرا وذيك وحدي في كانت تكتي وينسن كون ويكون مثي وذاك دي داني ذنا الميتاغرا انت ويلت كاون دينا ثاني مرة ايميت قيم ميدنا قيمت كان او دينا جاكون دي لهنا ارتيكل نظام ما يفاوحني